اقليميا ادى النزاع المسلح المستمر بسوريا من اكثر من 23 شهر الى تدمير البلاد فلم تسلم البنى التحتيه ولا الممتلكات الخاصه اما كلفه اعاده الاعمار فعم ترتفع يوميا تتفاوت التقديرات بين الرسمية وغير الرسمية بشأن تكلفة الدمار بسوريا ومستلزمات مرحلة إعادة الأعمار ولكن غالبية هالتقديرات بتشير إلى أرقام مرتفعة بسبب حجم الأضرار اللي لحق بالبنى التحتية من جهة والخسائر الاقتصادية الناجمة عن انقطاع الكهرباء وفقدان العملة السورية أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار من جهة أخرى وكانت كشفت لجنه الاعمار الحكوميه ان الاضرار الناتجه عن اعمال التخريب اللي طالت البنى التحتيه الحكوميه تخطت 11 مليار دولار اما وزير الكهرباء فقدر تكلفه الاضرار اللي لحقت بالاقتصاد السوري نتيجه انقطاع التيار الكهربائي بنحو 22 مليار دولار أما التكلفة الإجمالية لإعادة الأعمار ودعم التنمية فبحسب عدد من الخبراء عند حدود ال 200 مليار دولار وهالرقم مرشح للارتفاع إذا ما توقف مسلسل التدمير والقصف العشوائي والاقتصاد السوري بيعتمد على أربع قطاعات أساسية هي الزراعة والصناعة والسياحة والنفط كلها بتعاني من تدهور خطير كما بيعتمد الاقتصاد السوري على ما يعرف باسم اقتصاد دولة الرعاية من أكثر من 40 سنة بمعنى قيام الدولة بدعم السلع والخدمات الأساسية للمواطنين أما اليوم فهالنظام الاقتصادي بأسوأ مراحله وعم بيعاني من انحدار سريع ممكن يعرضه لخطر الإفلاس